اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده من حلقات عرفت تربي اللي هنكون بنتكلم فيها عن اهم الازمات اللي بيعدي بيها المراهق في مرحله المراهقه. سالنا الاهالي ايه هي اهم المشكلات اللي بتعدوا بيها مع اولادكم المراهقين وكتبوا لنا المشكلات دي. اولا بيكون خايفين عليهم من اصدقاء السوء. تاني مشكله مش عارفين يميزوا الصح من الغلط، ما بيعرفوش يتصرفوا اصلا. تالت مشكله عايشين في عالم لوحدهم ما بنعرفش عنهم اي حاجه، الموبايل وكل ما بيخص امور التكنولوجيا. بالمناسبه اللي عايزين نقوله لكم ان احنا هنخصص حلقه من عرفت ربي عن الموضوع ده تحديدا. رابع مشكله كانت ان هم مش بيسمعوا كلام حد غير دماغهم وماشيين دايما كده بتصرفاتهم لوحدهم. المشكله الخامسه عندهم احساس عام بعدم الرضا وعندهم طلبات كتيره قوي في الحياه. بس كانت اكتر المشكلات اللي جت وقررنا ان احنا نعمل الحلقه دي عليها هما ثلاث مشكلات بالظبط، وهنبتدي بيهم معاكم واحده واحده. الموقف الاول، حاسه ان بنتي مخبيه عليا حاجه ومش بتتكلم وانا مش عارفه اعمل ايه. هنقول لكم كام حاجه تقدروا تعملوها لو انتوا كمان بتعيشوا نفس الموقف ده. اول حاجه، حاولوا تلقوا الوقت المناسب اللي تقدروا تتكلموا معاه فيها، يعني ممكن يكون وقت هي فعلا قادره انها تستقبل مننا الكلام. تاني حاجه بننصحكم بيها ان انتوا ممكن تنزلوا تتمشوا مع بعض او تجربوا ان انتوا تشتروا حاجه وانتوا في الطريق كده تكونوا بتحكوا سوا. ممكن جدا كمان تحكي لها مواقف مشابهه من حياتك لما كنتي في نفس سنها، ايه اللي كان بيحصل معاكي. بس ابعدوا تماما عن المثاليه وانتوا بتحكوا المواقف دي، يعني مش دايما نحكي المواقف واحنا بنقول كنا قادرين نتصرف وكنا عارفين نعمل كل حاجه، بل بالعكس ممكن اقول لها ان انا عديت بنفس الموقف ده واخد كمان رايها. ايه رايك لو كنتي مكاني كنتي عملتي ايه؟ لو كنتي مكاني كنت تصرفتي ازاي بطريقه احسن في الموقف ده؟ تالت حاجه، اسالوها واتكلموا معاها عن رايها في الموضوع وعن الوقت كمان اللي بيتغير وازاي كمان الزمن بيتغير وازاي احنا دلوقتي بنكون غير بعض، وان هي كمان لو عايزة تيجي تسألك عن اي حاجة فكريها ان انتي موجودة وما تخوفهاش ابدا منك ولا تخليها تبقى خايفة من رد فعلك. حافظي على وقت تكوني بتشاركيها دايما باستمرار وتكوني بتاخدي وبتدي معاها في كل امور الحياه، مش بمجرد ما اكون خلاص عرفت الموقف لا خلص الموضوع، بل بالعكس كون ان يبقى فيه دايما حوار ما بيننا رايح جاي ده هيساعدنا كتير. ممكن في اخر الحوار ده ما بينكم ان انتي تاكدي لها ان انتي دايما موجوده في كل وقت عشان تسمعيها وتسمعي مشكلتها اذا هي حابه انها تيجي تاخد رايك في اي حاجه. اخر حاجه عايزين نقولها لكم في الموقف ده ان انتي دايما تحفظي اسرارها، لان هي لو حست انه الموضوع اللي هي حكيتهولك اتقال لاي حد من العيله او من قرايبكم هي مش هترجع ابدا تاني انها تحكيلك. اكدي لها دايما انه انتي هتكوني مش بتقولي الكلام دوت لاي حد وان ده هيفضل سر ما بينكم. الموقف التاني اللي جالنا على صفحه البرنامج بانه بنتي متضايقة من شكل جسمها وحاسة ان هي بتكبر وما بقتش قابلة شكل جسمها الجديد ومش عارفة تعمل ايه، كمان البنات في المدرسة بيتنمروا عليها. اول حاجة عايزين نأكد لها بانه كلنا بنكبر وكلنا لما كنا بنكبر شكل جسمنا بيتغير بشكل كبير. رقم اتنين، اتكلموا دايما معاهم عن الاهتمام بصحتهم وان حلو ان احنا انتبهنا لده ويلا ناخد بالنا وناكل اكل صحي وناخد بالنا من جسمنا. هنتكلم دايما عن ان ازاي جسمنا يكون بشكل كويس بعيدا عن فكرة ان جسمنا شكله اتغير او تخنا او ما تخناش. مفيش مقياس واحد ابدا للجمال، وان الجمال الحقيقي موجود في الصفات الشخصية مش في الصفات الجسدية. فهي لما هتكون شخص كويس بيتصرف بشكل كويس مع الناس هتحس دايما ان الناس بتحبها وبتقبلها. دايما بنحاول نوضح لهم ان الصور اللي موجودة على الانترنت او حتى اللي بيطلعوا في التلفزيون هو مش الشكل المثالي، وان مفيش ابدا شكل مثالي، وان حلو ان احنا ناخد بالنا من صحتنا بشكل عام. اذا حسيت فعلا ان هي بتتعرض للتنمر في وقت ما لازم اكون بتصرف بشكل كويس ولازم اكون بتعامل مع الموقف ده واقول لها ايه اللي بيساعدك عشان اقدر اتعامل مع الموقف ده. الحاجة اللي بأكدها لكم دايما ان انتوا تأكدي لها ان انتي جميلة ودايما تقولوا لها ان انتي جميلة وان شكلك جميل، لان هي لما هتكون واثقة ان احنا شايفينها بشكل مختلف يمكن كلام الناس التانية مش هيكون بيأثر فيها. احنا كمان ما نكونش بنعلق على شكل جسمها وهما في مرحلة النمو سواء كانوا اولاد او بنات.
أولادنا هيكبروا وشكل أجسامهم هيتغير، فيمكن وزنهم يبقى بيزيد شوية. المهم إن إحنا كمان ما نكونش بنعلق على ده وننتبه لده جدا. الموقف الثالث، حد من الأهالي قال لنا أعمل إيه لو اكتشفت إن ابني أو بنتي مخبيين عليا حاجة أو بيقوموا بسلوكيات مش مناسبة. في واحد كتب لنا إن هو عرف مثلا إن ابنه ممكن يكون بيدخن من وراه، هنعمل إيه؟ إزاي ممكن فعلا أقدر إن أنا أواجهه وأتكلم معاه في الموضوع ده؟ رقم واحد، خلي ما بينكم مساحة آمنة. لازم تكونوا بتتكلموا في كل حاجة بتخص أمور الحياة، ما يكونش أبداً خايف منك زي ما بنأكد في كل حلقات عرف تربي اللي فاتت. تكلموا معاهم بشكل عام عن الأضرار اللي بتخص الموضوع ده تحديداً. ممكن نتكلم عن الأضرار دي في موضوع كده عام، وإحنا مثلاً قاعدين نتعشى أو إحنا قاعدين مع بعض في الصالة، فنقول إيه هي الأضرار الصحية اللي ممكن تأثر عليه لو هو فعلاً هيكبر على إن هو يكون شخص مدخن. ممكن نقول كل المعلومات اللي قريناها أو عرفناها. بعد ما هنكون بنتكلم بشكل عام، وضح له انك دايما موجود عشان تقدر تسمعه، انه لو عايز يجي يقولك حاجة ما يكونش ابدا خايف منك او قلقان من رد فعلك. النقطة الاخيرة، لو انت حاسس ان انت مش قادر تواجهه وحاسس ان المواجهة صعبة عليك وده ممكن يخليك تنفعل عليه ويبوظ كل العلاقة ما بينكم، على فكرة ممكن نستعين بحد هو بيثق فيه وبيكون عارفه وبيحبه، واحنا كمان نكون واثقين ان الشخص ده هيكون بيتكلم عن الموضوع بكل حكمة ومش هيكون ابدا بيخلي المراهق ده يبعد عننا او يفضل يخبي علينا اي حاجة. فممكن نستعين بحد تاني يقدر يتكلم معاه ويواجهه هو في الموضوع، ومن هنا نقدر نساعد المراهق ان هو يقول ان هو بيعمل ده. اخر نقطة، خليكم دايما انتوا تكونوا مصدر الامان والسلام لاولادكم. احنا مش عايزين ابدا اولادكم المراهقين يكونوا بيخافوا منكم، لان هما لو قدروا يكونوا بيخافوا منكم مش هيجوا يحكولكم ابدا على اي حاجة. والاصعب في النقطة دي انهم ساعات كتيرة جدا هيتعرضوا لمشاكل كبيرة ومش هيقدروا يجوا يحكوا، لان هما عارفين ان هما هيتقابلوا برد فعل عنيف منكم. مش عايزين اي ردود فعل عنيفة، لكن عايزين دايما نكون مصدر الامان والسلام دوت لاولادنا. بنسبة انهم دايما موجودين كده في عالمهم الخاص على الانترنت، ممكن نعمل معاهم ايه وازاي نقدر نحميهم ونخليهم يقللوا من الوقت ده كتير؟ الحلقه الجايه من عرفت ربي هنكون بنتكلم مخصوص عن الموضوع ده، ازاي نحمي اولادنا من مخاطر الانترنت وازاي يقللوا وقت الانترنت على قد ما يقدروا.